ماشي، خد بالك هما الاثنين مش فارقين كتير يعني. خلينا نقول طيب الخبر ده عاجل خلاص، وصول البطاقه الدوليه لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي الجديد. وزي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه ان الموضوع خلال دقائق او ساعات قليله جدا البطاقه الدوليه لكهربا هتوصل والامور هتمشي بشكل جيد، وخلاص البطاقه الدوليه وصلت بشكل رسمي. اذا كهربا متاح للنادي الاهلي بخلاف تواجده طبعا في القائمه، تم نقيضه في القائمه بشكل رسمي بخلاف تواجده في قائمه مباراه الغد. فاذا هو متاح للجهاز الفني، اذا كهربا ممكن تلاقيه سواء كاساسي او كبديل في مباراه الغد باذن الله امام في اف سي مصر. وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، لعيب مهم جدا وكهربا لاعبا رسميا للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ممكن يشارك في مباراه بكره، ولعيب مهم. كنا لسه بنقول ممكن توصل، احنا بنتكلم على طول يعني. نتمنى له كل التوفيق باذن الله. يعني هو لعيب طبعا عنده مقاومات كبيره جدا ولعيب مميز، لكن ان شاء الله اكيد التوفيق، بس المهم جدا يكون حليفه في مسيرته مع النادي الاهلي باذن الله، مستنيين منه كتير ان شاء الله. اتفضل استاذ بس فكنت بقول